مشاهدينا معي على الهواء مباشرة وعبر الهاتف الأستاذ رامي زهدي رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز العرب. سيد رامي، أولا كيف تابعت هذه الجلسة الختامية ويعني ما يعول عليه من طموحات تعول عليها مختلف دول القارة وبالتالي قادتها في تحقيق التكامل الاقتصادي لتحقيق التنمية للشعوب الأفريقية؟ هي بالتأكيد لحظات مؤثرة هامة جدا في تاريخ العمل الإفريقي المشترك، ويبدو في الأفق بأن هناك كتلة إفريقية أو تكتل إفريقي اقتصادي وسياسي يظهر بوضوح في العالم. النجاح المصري الكبير في إدارة يعني تجمع الكوماسا خلال العامين السابقان توصلت به مصر إلى أن تصبح يعني التكامل الاقتصادي هو مخرجات تحتاج العديد من المدخلات، الأمن والسلم ومزيدا من التكامل ما بين الدول الأفريقية، وصولا إلى بإذن الله 25 وهي الخطة المصرية الموضوعة منذ رئاستها في العام 21. نعم، هذه الخطة المصرية 2021-2025 إلى أي مدى يمكن البناء عليها خلال العامين القادمين من قبل زامبيا الرئيس الحالي لتجمع الكوماسا؟ كان حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني فعاليات تسليم الرئاسة يوحي بمدى الأهمية القصوى التي تعطيها مصر لرئاسة هذا التجمع، وبالتالي رغم انتهاء رئاسة مصر للتجمع في هذا العام إلا أنها سوف تستمر في متابعة الملفات التي بدأتها بالتنسيق مع الرئيس الحالي وهي زامبيا، تهيئة كل المناخ العام وكل المؤثرات التي تصب في إطار دمج والاقتصاد الإفريقي بالاقتصاد العالمي، ويعني تقوية التكامل الاقتصادي والتجاري الاقتصادي والتجارة البينية الإفريقية. نعم، التجارة البينية الأفريقية بالتأكيد أستاذ رامي تواجهها عقبات وتحديات كثيرة. المشروعات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها الآن فيما يتعلق بالنقل فيما بين دول القارة وتسهيله سواء فيما يتعلق بالبضائع أو السلع أو الأفراد، إلى أي مدى ترى أن الأولوية لهذه المشروعات حاليا لتحقيق هذا الهدف؟ الأولوية الأولى هي البنية التحتية بما فيها محور النقل والشحن وإمكانية تطوير المواني وربط الممرات المائية بالمواني البحرية، هي خطوة رئيسية في عمليات تحرير التجارة الإفريقية. وربما عندما نتحدث عن طريق القاهرة كيب تاون بطول 11000 كيلومتر، هذا ليس طريقا عاديا، هو طريق يخلق مجتمعات متعددة على جانبي الطريق طوال يعني هذه المسافات، تجمعات اقتصادية وتجمعات يعني مدنية جديدة للشعوب، وبالتالي عملية تطوير البنية التحتية واستيعابها بالتوازي مع تطوير البنية التشريعية والتجارية والتعريفات الاقتصادية للسلع والبضائع، كل ذلك يصب في مصلحة دعم مزيدا من التكامل التجاري الإفريقي. نعم، هناك يعني كانت ملحوظة أولا من شعار قمة التجمع هذا العام أو من خلال ما تم مناقشته على أجندة أعمالها أو في بيانها الختامي، وهو التركيز على الاقتصاد الأخضر. في رأيك إلى أي مدى أفريقيا مؤهلة للقيام بهذه النوعية من المشروعات بما أن الاقتصاد الأخضر هو المستقبل نظرا لتحدي وخطورة التغيرات المناخية على دول العالم؟ هو بسبب تحدي التغيرات المناخية وأثرها السيئة على القارة الأفريقية بالتوازي مع الأزمات الاقتصادية، تصبح للقارة الأفريقية أفضلية بين قارات العالم لأنها تمتلك العديد من الموارد التي تؤهلها لتصدر الصناعة في مجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق المرتبط بالمجاري والممرات المائية. الطاقة والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والطاقة البديلة هي كلها مقومات تمتلكها القارة الأفريقية، وبالتالي تستطيع الآن أن تتصدر بها المشهد، وربما في السنوات القادمة نرى مزيدا من استيطان الصناعات الأوروبية المتطورة اعتمادا على وجود اقتصاد أخضر قوي في القارة الأفريقية. نعم، طيب إلى جانب الاقتصاد الأخضر هناك أيضا طموحات نحو التكامل أفريقيا من بينها التركيز على قطاع السياحة. في رأيك ما الذي يحتاجه هذا القطاع؟ هل هو تغيير نظرة أو ثقافة الشعوب الأفريقية لبعضها البعض بما أننا نسلط على الجانب الاقتصادي، لكن هناك جوانب أخرى يعني معنية بها الدول الأفريقية وقادتها وسلط عليها الضوء الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الجوانب الثقافية والاجتماعية؟
بالتأكيد لدعم قطاع السياحة في القارة الأفريقية. أولا نحتاج دعم الحكومات الإلكترونية والرقمنة وبيانات الرصد لإتاحة المعلومات الكافية عن المزارات والأماكن السياحية والخدمات السياحية، ثم نحتاج قطاع تشريعي قانوني يتيح حرية حركة الأفراد الأفارقة ما بين، وأمني بالتأكيد، يتيح حركة الأفراد سواء للاستثمار السياحي أو للسياحة نفسها. كما نحتاج أيضا إلى إجراءات تسويقية تستطيع أن تصل إلى المستهلك الذي يطمح في الأفريقي الذي يطمح في السياحة في أفريقيا أو حتى الأوروبي، أن نصل إليه وأن نوضح له لماذا القارة تستطيع أن تستقبل أعداد أكبر بكثير مما تستقبله الآن من السائحين. فكرة تبادل الإمكانيات والخبرات ما بين الدول التي تسبق قليلا في هذا المجال وبين الدول التي لم تبدأ بعد هي فكرة قائمة بالتأكيد بين الدول الأفريقية. نعم، طيب، واحدة من الأمور التي تعاني منها القارة وتم تسليط الضوء عليها أيضا هي عدم الاستغلال الأمثل لمواردها، رغم ما تتمتع به القارة الأفريقية من ثروات طبيعية ومعادن وكذلك ثروة شبابية بما أنها قارة شابة. في رأيك كيفية التعامل مع هذه التحديات؟ هو التحدي الأبرز اللي بيواجه القارة الأفريقية التحدي الأمني ويعني وتكرار بؤر الصراع وتعددها في القارة الأفريقية. هذا يخلق قدر كبير من عدم الاستقرار، وبالتالي مع عدم الاستقرار لن تستطيع الدول الأفريقية أن تستفيد بمواردها ومقدراتها. لذلك نرى بأن جزء كبير من مقدرات القارة الأفريقية وثرواتها إما أنه غير مكتشف أو أنه مستغل استغلال سيء أو استغلال غير جيد صناعي أو تجاري. أفترض بأن مزيدا من الاستقرار في القارة الأفريقية ونقل الخبرات ما بين الدول التي تمتلك هذه المصادر والموارد والدول المصنعة، وهي دول قليلة في القارة الأفريقية تمتلك إمكانيات تصنيعية كبيرة، يمكن بهذا الإطار إحداث حالة من سلاسل الإمداد والتموين الأفريقية، وبالتالي يعني زيادة القيمة المضافة للمنتج الأفريقي والدخل الأفريقي للقارة الأفريقية. تصدير المواد الخام أيضا واحدة من الأمور التي يعني كان ينظر إليها على أنها يجب علاجها حتى لا تستعيد أفريقيا هذه المواد في صورة سلع يتم استيرادها. كيفية السبيل للتعامل مع المواد الخام وهي واحدة من الثروات المعدنية التي تمتلكها أفريقيا بكافة دولها؟ لابد من دعم الاطر يعني التي تدعم الصناعه التحويليه لاضفاء قدر كبير او قدر حتى متوسط من الصناعه على هذه الخامات، اما لتحويلها الى منتج نهائي او منتج حتى وسيط. وبالتالي يمكن ربط اماكن الاستكشاف واماكن الاستخراج بنقاط تصنيعيه وموانئ افريقيه واماكن لوجستيه دعما لهذا المنتج بحيث انه يخرج من القاره الافريقيه في شكل يزيد من القيمه المضافه لقيمه هذا المنتج ولا يخرج بصورته الاولى كمواد خام اوليه، لان ذلك يعني يؤثر كثيرا في مدخول الدول الافريقيه كلها. نعم، كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية على المستوى العالمي؟ هل التكامل الأفريقي هو واحد من هذه السبل وهي واحدة من الأمور التي أيضا أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ التكامل الأفريقي أصبح الآن أمر شديد الأهمية، ليس رفاهية. كذلك إجراءات دمج الاقتصاد الأفريقي في الاقتصاد العالمي، وأن ينظر لأفريقيا على أنها شريك استراتيجي اقتصاديا للعالم كله، وأن استقرار الأوضاع وتحسنها في القارة الأفريقية والاقتصادية والمعيشية حتى تؤثر بشكل غير مباشر على كل المواطنين في العالم. أفريقيا 1.4 من 10 مليون نسمة، معظمهم من ديموغرافيا الشباب أقل من 19 سنة، وبالتالي هي البيئة الأكثر صلاحية للشراء وللإنتاج وللاستفادة بالخدمات والمنتجات. لذلك دعم هذا الإطار يصب كثيرا في مصلحة القارة الأفريقية من خلال دمجها مع الاقتصاد العالمي. نعم، التجربة المصرية في مجال مواجهة الإرهاب، ذكرت أستاذ رامي في سياق حديثك أن التحدي الأمني هو واحد من الأمور المهمة التي يجب أن تواجهها دول القارة لتحقيق التقدم أو التنمية الاقتصادية. هذه التجربة نقلتها مصر إلى العديد من الدول الأفريقية، لكن تبقى النزاعات قائمة. ملف السودان كان يأخذ حيز مهم في أعمال هذه القمة، وخاصة في المحادثات الثنائية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع عدد من القادة الأفارقة. أهمية هذا الملف كونه آخر الأزمات التي واجهت القارة وخطوراته أيضا فيما يتحقق بتحقيق الاستقرار في السودان والدول المحيطة.
قضية السودان أو الأزمة السودانية أحد أخطر مشكلات أو بؤر الصراع التي تواجه القارة عبر تاريخها، لأنها تؤثر في محيط 7 دول مجاورة للسودان وأكثر من 17 دول ذات علاقة مباشرة تجارية واقتصادية بالسودان. الرئيس دعا اليوم إلى التكاتف ودعم كل الجهود من أجل دعم الشعب السوداني في أزمته، لأن قضية الصراع بهذا الإطار تؤثر على القارة الأفريقية وتحدث انشقاق في القارة الأفريقية. وربما ما يطمح إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محاولة يعني مواجهة هذا الصراع قبل أن يبدأ من الأساس، لأن هناك مسببات للصراع، ربما التنمية الاقتصادية، حياة كريمة للمواطنين الأفارقة، الحياة السياسية، الحرية السياسية، الديمقراطية، كل هذه الأمور تمنع الصراع من الأساس. أما الآن وإن حدث الصراع بالفعل فيجب على كل الدول الأفريقية أن تقف بجوار الشعب السوداني، لأنه هو المسدد الوحيد، وأي شعب يواجه مشكلة في القارة الأفريقية يكون الشعب هو المسدد الوحيد لكل الفواتير من هذه الصراعات. أشكرك جزيلا الأستاذ رامي زهدي، رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز العرب.